يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام إنسان بتسديد رسوم الجوازات، إذا قام إنسان بتسديد رسوم الجوازات من حسابه الخاص لشخص آخر وأخذ أجرة على هذا العمل، فما حكم تلك الأجرة وهل تعتبر من الربا؟ هذه ما هي بأجرة، هذا ربا، هذا قرض دفع نيابة عنه، دفع ما يلزمه نيابة عنه واسترده بزيادة، هذا ربا صريح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت عند إحدى قريباتي مسبحة يبلغ طولها أكثر من متر. الأجرة لو أخذت الفلوس منه، لو أخذت الفلوس منه ورحت به ودفعتها وأخذت الإيصال عليها فلوسه، أما أنك تدفع من مالك وتأخذ زيادة هذا ربا. نعم.